هل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليخرج الناس من عبادة اللات والعزة ومنات إلى عبادة البرع والصايمديمة والإزارك والمكاشي وحسن وتحسونة وأحمد التجاني؟ ها؟ يعني ذلك شرك، أبو جهل شرك، اللات شرك، هبل شرك، لكن البرع ما شرك، فهمت؟ ده حب للصالحين، لكن المكاشي ما شرك، ده تبرك بالصالحين، لكن طينة ود الطريفي ما شرك، ده غسيل كلى، ده الدين. هل هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يا اخواننا شوف الصوفية دي، والله نحن بنوريك نتحدى بها اي صوفي على وجه الارض او فوق الارض او تحت الارض، يمشي باربع او باثنين او على بطنه او بعينيه، والله وبالله وتالله ما عندك دليل واحد على منهج الصوفية، ما عندك دليل. واكذب الخلق هم الصوفية. انا لو فتحت لك الكتب دي بتتحير، فهمت؟ ده طبقات الشعراني، هذا جواهر المعاني، وفي طبقات الشعراني وغيره من الكتب الموجودة، فهمت؟ كده نزل الكتب دي هنا، ده مجموع أوراد الطريقة البرهانية، فهمت؟ في كتاب طبقات الشعراني قال الشيخ إبراهيم بن عصيفير، ده من شيوخ الصوفية، ونحن الكلام ده بنذكره لأنه ده الشيء المتاح لنا، متاح لنا هنا الحق بنبينه. بعد ذاك إن شاء الله ربنا يبارك والشعب السوداني يستمع ويعرف. والآن الحمد لله دي ذات خطوة كويسة، أسي الليلة بقى أي صوفي يتعصر ويبينوا له الأدلة والآيات والأحاديث تلقاه طوال يقول لك الشغل ده مدسوس. ليه بس مدسوس جوا المناظرة؟ من زمان ما كان مدسوس ليه؟ داسي وهسي ليه؟ الشينا منكورة. قال إبراهيم بن عصيفير قال ومن كراماته أن بوله أبيض كاللبن الحليب. قال والله جد، ده إبراهيم بن عصيفير. واحد تاني قال اسمه إبراهيم العريان، إبراهيم العريان دولي من أولياء الصوفية. قال وكان يطلع المنبر عريانا زي ما ربنا خلقه، فهمت؟ لا فيه مرايات، فهمت؟ لا فيه فوطة بتعطين ولا أي حاجة، زي ما الله خلقه. ثم يقول باب اللوب بين القصرين جامع طولون الحال، واستغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين، وينزل قال فيحصل للناس بسط عظيم. تتخيل الإمام بتاعك شرط بتاع صلاة ما عنده، شرط الصلاة ستر العورة ما عنده، ويا ريت لو كانت صلاة عادية، ده كان استهزاء، لأنه ربنا ذم اليهود والنصارى. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وربنا قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها شنو؟ هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ده ذول بيطلع المنبر يخطب لهم واتقوا الله وإن بنات المسلمين كاسيات عاريات. وطيب أنت ما في خيط يا ود الحلال، أنت بتتكلم عن ياتو موضوع، أنت خيط ما لابسه. تخيل زي ما قال واحد، جلى واحد قال له انا داير لي قروش وشنو ما عارف، فهمت؟ وداك زي ما الله خلقه جاو قال له داير كده اها بكم، قال له خليك من بكم، هسه لو قلت لك اديني القروش حتمرق لي من وين يعني؟ ده الصوفي ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه، والله جاي ابيض احمر، فهمت؟ جاي عديل كده ويتكلم وهوس كثير جدا موجود. إبراهيم الدسوقي، إبراهيم الدسوقي كتاب قبس من نور تاع الطريقة البرهانية بتاع محمد عثمان عبد البرهاني، ده برضه ده كتاب تاني له. قال من كراماته قال كنت جالس في غرفتي، هنا كان في الخرطوم ثلاثة، كانوا زمان جيران حبوبتنا بيجاي جيران مطالب الحيط. قال كنت جالس في غرفتي وبعدين قال كنت زهجان، بعد شيء قال جاني إبراهيم الدسوقي. إبراهيم الدسوقي مات له فترة طويلة جدا. المهم قال له مالك في الخرطوم ثلاثة؟ قال له والله بس زهجان شوية كده. قال له وراح ما شوين؟ قال له انت قال ماشي السوق العربي؟ قال له ماشي حلفة الجديدة، طبعا ما محمد عثمان عبد البرهاني من هناك. قال له وراح إلى حلفة؟ قال له خلاص راح، ديل ما بيمشوا بالطيران طوالي
البرهانية بفوق طوالي، أوب، لا مطار خرطوم، لا بص سياحي، لا تقطع تذكرة، بفوق طوالي. قال مشى، قال فوجدت مجمعا للأنبياء في حلفة، لقى في اجتماع كبير جدا للأنبياء قاعدين. قال فجلست عن يميني إبراهيم وعن شمال عن يميني النبي صلى الله عليه وسلم، عن يميني إبراهيم وعن شمال إبراهيم الدسوقي، ومن أمامي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفي نوح. قال فقدمني الأنبياء فقلت كلمة بكى لها نوح عليه السلام. والله جد يا ناس، ده دين، ده دين بتاع صوفية، تخيل، ده الموجود الآن، ده الدين الموجود الآن. وكلام غريب جدا، تقدر تناظر في الموضوع ده يا إزيرك؟ ما بتقدر، والله الكتب دي نجيب لك، والله إلا تجري من الاستوديو، والله تجري، فهمت؟ ده باطل يا ذول، لعب، فهمت؟ بيطير عادي ويتكلم مع الأنبياء. وعبد المحمود نور الدين، لأنه لذلك قال طبقات والضيف الله ما عنده إسناد، قال والضيف الله ما مرق من الحلفاية، أنا ما أعرفه ماله، كان عنده 40 ولا شنو. المهم قال ما مرق، قال ما زي أزاهير الرياض بتاع شيخنا عبد المحمود نور الدين اللي كان هو يعني بياخذ الكلام بالأسانيد. وكتب عبد المحمود نور الدين ملانة باطل وكفر، لا يقل عن كفر أولئك. ده قال من كرامات الشيخ عبد المحمود نور الدين، قال من كراماته إنه كان جالس في حلقة العلم، بعد شوية قال فنزل شبح من السماء، قاعد كده مع الجماعة، نزل شبح من السماء، قال فطار معه الشيخ ثم رجع. الشيخ قدمه كده، الشيخ ده قدمه كده، أنا ما عرفت حد عنده وقود ولا الحاصل شنو، طار معه فوق كده وجا راجع. الحواوير قاموا سألوا الشيخ الحاصل شنو، شفناه كده طيرت فوق، قدمت الزول ده وجيت راجع. قال لهم هذا ملك من الملائكة حصلت له هفوة فاستشفع بنا فشفعنا فيه. ملك من ملائكة الله غلط مع ربنا سبحانه وتعالى، أن احنا قال لنا يا 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 السمانية أرحكاكم معي لله، أنه أنا غلطت في حق الله سبحانه وتعالى، أرحكاكم قربوني لله. الكلام ده مش كلام أبو جهل، ده كلام الملائكة. الملائكة هذول قريبين من الله، ربنا أول آية قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رأيك شنو في الإسناد ده؟ أنت قلت ما مدسوس، كتب عبد المحمود نور الدين ما مدسوس، رأيك شنو في الكلام ده؟ الآية دي توديها وين يا ليزيري؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال قبل شفاء أحمد الطيب البشير أو الشيخ في هذا الملك الذي أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، وبعد 1437 سنة أو 38 سنة أو 30 سنة طلع القرآن فيه حاجات تحتاج إلى تصحيح. عبد المحمود نور الدايم والبرعي وأحمد الطيب والإزارق والصوفية، طلع القرآن كده، فهمت؟ دار تجي تتكلموا عن الإسلام، تكلموا أنتوا عن الإسلام. ولذلك يا أخواننا شوف منهج الصوفية ده منهج باطل. أولى ما يحارب الآن على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تبين للمسلمين العقيدة الصحيحة، تبين لهم وتكشف لهم الباطل وتهدمه. وهذا قد تخاذل عنه أنصار السنة، صار السنة كلهم بكل أجنحته والطائرة وكلها اتخاذلوا عن الموضوع ده، كلهم اتخاذلوا. أي واحد البقى جاري مصر أناط البصيرة يدوه كم كده، يدوك كم ريال مصري ولا اسمه شنو، جنيه مصري، وداك جاري وين الكويت، وداك جاري وين اندونيسيا. يا زول تكلم في التوحيد، تكلم في التوحيد، فهمت؟ او يا شيخنا فلان، زول تلقاه تاجر مثلا، صار صنة ده الشغل بتاعهم، تلقاه زول تاجر، فهمت؟ عشان التاجر ده بدي داك قروش، قول له يا شيخ فلان رايك شنو، اعمل كده ولا ما اعمل؟ يا زول انت شيخوك على شنو؟ عشان تباري الكتاب والسنة، عشان تباري التاجر ده، كله لخبطة ولعب، فهمت؟ فلذلك يا اخواننا الدعاة عليهم اشتغلوا في التوحيد. واوعى يجيك واحد تلقاه مجدوع في محلة من المحلات، وموضوعه كله الحزبيات، فهمت؟ دين احنا قاعدين نتكلم عنها بقدرها، لكن ما بكون الأولوية بالنسبة لنا، لأنه الأولوية نحن بالنسبة لنا الصوفية. صوفية ديل
ديل الأولوية بالنسبة لهم، لأنه دي عقائد بقت متجذرة في الشعب السوداني. واحد يقول لك والله لساني ده ربط كده، لسانه ربط ما بيعرف إلا الكباشي، اللسان ربط كده ما بيعرف إلا الكباشي، ده مش أخر له يقطع لسانه يصوم قدومه ده، فهمت؟ دي عقائد بقت متجذرة. الحبوبة تقول لك والله ولادي كلامك صح، تقوم فوق وحات النبي، دي أقل حاجة، وحات وتحسونه، وحات وحات حليفة بغير الله، عقائد متجذرة. تقول لها يا حبوبة الشيخ ده ما بينفع وما بيضر، تقول لك قوم مني يا ولد، انت بقيت مسخوط، الشيخ ده بيسمع في كلامك يقوم يرمي فوق السقف. الشيخ بيسمع شنو يا اخي؟ الشيخ لو سمع كلامي بيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الشيخ ده لو رجع والله كان تاب، فهمت؟ دي عقائد متجذرة. ولذلك الدعاة الواجب عليهم انه يعني يركزوا على هذه الأمور، ودي تكون الأولوية بتاعتهم، واشتغل بما فتح الله عليك. زي ما وصى الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، قال انت عندك معلومة داعية بتاع التوحيد قدم للناس، ما مهم انك الا تجمع عليك 17 تزكية، زي ما بيعملوا الجماعة الآن تبع نزار هاشم وحسن عطلة ومين عمران، مجموعات كثيرة جدا تلقاهم، فهمت؟ الشغلانية هي ما ماركة مسجلة، الشغلانية دعوة، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تشتغل ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك الأجر، لكن كلها معدية لي الحلبي طار والحلبي ركة وديلك مبارين الرئيس، وده كان عندي تزكية من فلان وزكاني فلان. يا بني آدم استغل دعوة للتوحيد الله دي. طيب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.